السلام عليكم، تحية خاصة إلى كل متابعي قناة هدى كرافت وإلى المتابعين الجدد. بالنسبة لعملنا اليوم مثل ما شاهدون أمامكم، هو راح يكون طريقة تزيين تيبل لامب. يعني مثلا يكون عندنا تيبل لامب قديم وحابين نغير شكله، فممكن مثل ما شاهدون ممكن نحصل على هذه النتيجة باستخدام مواد بسيطة جدا ومتوفرة بالمنزل. كل اللي راح تحتاجوه هو التيبل لامب القديم، تحتاجون بعض الألوان، ألوان الأكريليك، تحتاجون مسدس السيليكون وغليتر وبعض الزينة إذا حابين تضيفون للعمل. فالآن نبدأ بطريقة العمل. فأول شغلة راح نحتاجها هي الجليتر. فهنا أنا عندي أكثر من نوع وأكثر من لون، فعندي هذه ماركت مارثا ستيوارت. يعني راح تحتاجون الجليتر اللي يكون ناعم. أيضا راح نحتاج ورق الشمع أو ورق الزبدة. أنا راح أستخدم ورق الشمع، لكن بعد ذلك راح أستبدله بقطعة زجاج. وأيضا راح تحتاجون الجلوغان أو مسدس السيليكون، ومثل ما ذكرنا سابقا نحتاج الجليتر. فالطريقة راح تكون بهذا الشكل، أنه باستخدام مسدس السيليكون تبدون بعمل هذه الأشكال. ومباشرة أضيفون الجليتر على سطح هذه القطعة. راح تعملون مجموعة من هذه الأشكال بقياسات مختلفة وأشكال مختلفة، وأيضا راح تحتاجون إلى ألوان مختلفة. الألوان، ألوان الجليتر راح تكون حسب يعني الألوان اللي أنتم حابين تستعملوها. راح تقومون بعمل القطعة بهذا الشكل وتغطوها بالجليتر، ويعني خلال دقائق راح تجف وتبدون تزيلون الجليتر من سطح هذه القطعة بهذا الشكل. فالمفروض نحصل على هذا الشكل. هنا أني استخدمت قطعة الزجاج بدل ورق الشمع، واللي كانت يعني أفضل وأسهل إلي. وأيضا استخدمت الجليتر اللي باللون الأخضر. فهنا يعني قمت بعمل مجموعة أو كمية حسب الكمية اللي أنا أرغب بيها يعني أو راح أحتاجها لهذا العمل، وبألوان مختلفة، الأحمر، الأخضر، الجوزي، يعني حسب الألوان اللي أنتم حابين تستخدموها. الآن الخطوة اللي جاية هي نبدي بتزيين أو تلوين التيبل لامب اللي إحنا حابين نغير شكله. فأني عندي هذه القطع اللي هي باللون الأحمر، فراح أغير ألوانها باستخدام ألوان الأكريليك. راح أحاول ألونهم باللون الأسود. الألوان اللي راح أستخدمها للتلوين هي إما ألوان الأكريليك أو ممكن تستخدمون ألوان السبراي. ويفضل أنه تطلون القطعة بطبقتين من هذه الألوان، راح تكون النتيجة أفضل. فالآن راح ألون هذه القطع وأرجع لكم. فهنا بعد ما كملت التلوين وتركت القطعة لحد ما تنشف، الآن راح نبدي بخطوة التزيين. فبالنسبة للتزيين راح تحاولون أنه تلصقون هذه القطع بهذا الشكل. يعني هذه الخطوة راح تعتمد عليكم انتو حسب رغبتكم وحسب الألوان اللي انتو حابين تستعملوها.
والمهم يعني راح نحاول انه نلصق الالوان بطريقة عشوائية باستخدام اما مسدس السيليكون او ممكن تستخدمون اي نوع لاصق متوفر عندكم. طبعا اثناء اللصق تحاولون انه يعني تملون الفراغات، ما تتركون فراغات يعني كبيرة بين هذه القطع. وايضا راح تصير عندنا الخيوط اللي تصير بسبب السيليكون، نحاول ايضا نتخلص منها لان هذه راح تترك شكل غير لائق على القطعة نفسها. فالمهم راح اكمل تغطية القطعة وارجع لكم. هنا بعد ما كملت تغطية القطع بهذا الشكل اللي سويته انه ما غطيت القطعة بالكامل مثل ما تشاهدون امامكم، تركت الفراغات اللي تشاهدوها على الجوانب. بالنسبة لي هذه الجوانب اللي راح اسوي راح احاول انه اغطيها بطبقة من الجليتر. هنا انا راح احاول انه يعني احاول اضيف بعض الزينة. عندي هذا شريط، شريط الشذر، راح احاول انه اقطر الحواف بهذا الشكل. يعني هذه ممكن تستخدمون هذا النوع من الشرائط او اي نوع شرائط متوفرة عندكم، او ممكن ايضا تستخدمون الجليتر لعمل هذا النوع من الزينة او يعني تحديد الحواف. وايضا راح استخدم نفس هذا الشريط واضعه بهذا الشكل، لكن قبل ما الصق هذا الشريط راح احاول انه اغطي هذا الفراغ بالجليتر. بالنسبة للجليتر طريقة لصقه راح تكون بسيطة جدا، كل اللي راح تحتاجوه هو الغراء العادي، وراح نبدي نستخدم هذا الغراء او نغطي القطعة بالغراء بالطريقة اللي شاهدوها، وبعدها نغطيه بالجليتر. يعني هذه الطريقة مضمونة والجليتر راح يلتصق على سطح هذا المكان بهذا الشكل. وحاولت انه اترك القطعة لمدة تقريبا ساعة لحد ما يجف الغراء ويلتصق الجليتر على سطح القطعة، فاصبحت بهذا الشكل. الان ممكن نكمل تزيين هذه القطعة باستخدام شريط الشذر. هنا أنا بعد ما كملت القطعة أصبحت بهذا الشكل. فقط الباقي تتخلصون من مشكلة الخيوط اللي تكون بسبب مسدس السيليكون، تكون موجودة خيوط بهذه الأماكن، هذه نتخلص من عدها وخلص، يعني العمل انتهى بهذا الشكل. فإذا هذا هو الشكل النهائي. الخطوة الأخيرة فقط إذا حابين ممكن تطلون أو تغطون هذه القطعة بطبقة وارنيش اللي يكون من النوع السبراي.
بهالحالة راح نحافظ على الجليتر انه ما يبدي يتساقط، او ممكن تحاولون تغطوه بطبقة غيره او تتركوه لحد ما ينشف، وبهالحالة راح نتخلص من هذه المشكلة. فالمهم هذا هو الشكل النهائي، اعتقد انه النتيجة حلوة يعني لا بأس بها. فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بعجينة السيراميك البارد بصورة خاصة أو الأعمال اليدوية بصورة عامة، وانتظروني على الفيديو القادم وشكراً.